ثلاث وقفات. الوقفة هاي ما أعرف شفتها أو لا، يعني كان أكو دفع أو ضرب للمهاجم مغربي خارج منطقة خارج منطقة الجزاء. نعم. فيصل عزيز يقول مو فاور ولا كنا شبعان منها هاي. يا أستاذ فيصل هو ما شاء الله هو جسمه قوي بيضربه شتي في شمرة بعيد. نعم تفضل لوي. نعم طبعا مثل ما يعني مثل ما شفنا المدافع الكرواتي استعمل اليد اللي هي كانت غير طبيعية، استعمل يد بالدفع والامتداد مال الدفع، هو خلخل توازن المنافس ووقعه. ولكن كان هنالك شك انه ركلة جزاء او مو ركلة جزاء، كان بداية الحدث هو خارج منطقة الجزاء، واللي استلم المعلومة انه هي مو داخل الجزاء. ولكن انا استغرب يعني من قرار الحكم بعدم يعني هاي واضحة جدا. نعم واضحة جدا. نعم لو اي يعني ممدوده وغير طبيعيه. نعم صار نعم يعني دفع للمنافس. يعني مع احترامنا للحكم القطري، والحقيقه انا بديت اعجابي به انا والزملاء ايضا من تابعنا المباراه، ولكن ما اعرف هذا سلوكي او هذا قراره، يمكن رد فعل لحاله سبقت هاي ما طلع ليها مازن السريع، حاله في جزاء المغاربه كان هناك اكو نعم. ركله جزاء واضحه وبعدها لمس ايضا لمس باليد من الظهر. واعتقد انت شايف الحالات حتى لو ما طلعنا اياها السريع، اذا ممكن تتحدث لنا بسرعه. تفضل لوي. والله انا يعني شفت يعني كان هنالك ركله جزاء غير محتسبه الصراحه، ركله جزاء غير محتسبه لفارح المغرب المغربي. نعم كان هنالك حاله اعثار واضحه. نعم لصالح المنتخب لصالح يعني المنتخب الكرواتي لوي. نعم 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 تفضل لؤي. انا اسمعك تفضل لؤي. لمن الجزاء غير المحتسب؟ اكو كان هنالك ركله جزاء غير محتسبه لصالح الفريق المغربي. اها لصالح الفريق المغربي. نعم هنالك اعثار وشك في ركله جزاء. نعم يعني انا اتمنى يعني قبل هاي الحاله هناك ايضا حاله للكروات كانت داخل الجزاء اعثار، وايضا كان هناك مس باليد واليد خارج الجسم وبالتحديد خلف المدافع المغربي، الكره مناوله في... لا تفضل. لا كانت يد المدافع طبيعيه يا استاذ، كانت يد المدافع طبيعيه. نعم. انا كنت اشاهدها يعني بالمباشر. نعم. نعم. كانت اليد طبيعيه ومشينا ويا قرار الحكم كان قراره صحيح. نعم انا اشكرك. كذلك هنالك نعم. لمسه يد. نعم كذلك هنالك لمسه يد ضد الفريق المغربي، ولكن ايضا كانت اليد طبيعيه و نعم. يعني احنا نقول نعم. لها نشرال ويا الجسم ملاصقه و نعم استمرار الابكار هو الصحيح.